ايه يا ياسمين مالك واقفه زعلانه كده ليه يا حبيبتي؟ عشان كل يوم اقول لماما عايزه بطيخ تقول لي ماشي وتضحكي عليا. لا يا حبيبتي انا الدين ليكي، لما تكوني محتاجه حاجه قول لي انا. تعالي يا حبيبتي. عجلين عليا ده بيفاجئها ربي وتهزنا. بتاع البطيخ بين ده اهو، تعالى نشوف. عامل ايه يا معلم؟ كمل بطيخ الله يبارك لك. طب ما ايه الاثنين حلوين عشان خاطر ياسمين؟ احلى مبسوط للباشا. وفين بعدين؟ معاك يا معلم. حلوة لا يابا من غير فتح. اهو من غير فتح. اهو لا من غير فتح. حلوة بطيخ حمار وحلاوة. حلو كده يا ياسمين؟ حلو ليك وش من باب ما ابغى يتحل ان شاء الله. لا بس ربي بص يا جماعه، بابا جاب لي بطيختين بدل بطيخه. طلع الفيجي ده اكسبلور. طلع الفيجي ده اكسبلور بقى. شجعوا ياسمين يا جماعه.